السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد ومقطعنا لليوم اللي راح نتكلم عن سلاح الشتجن من الايفنت الصيني لدراغون ماي. طبعا هذا السلاح متوفر في لامات الحدث الصيني المتوفر معانا بسعر 500 تيكت، يعني بتقدروا تجيبوا هذا الشتجن، واكيد منكم كمية كبيرة حصلوا هذا الشتجن. لكن هذا الشتجن يعني شفت انتقاد كبير عليه، ناس كثير بتحكي انه سيء ما بيستاهل. ليش؟ لانك انت مش حاطط ممكن البركات المناسبة عليه وما بتعرف طريقة استخدامه لهذا الشتجن. فاليوم ان شاء الله راح نتعرف على افضل البركات وطريقة استخدام هذا الشتجن. يعني اكيد لما تشوف طريقة استخدامه لهذا الشتجن اكيد حيعجبك وتطوره وتصير تستخدمه، يعني زي ما راح يكون معاكم في المقطع. فأتمنى من كل واحد معانا بيتابعنا، إذا ما كنت مشترك تشترك في القناة، واللي ما ضغط لايك يضغط لايك، ولا تنسى رأيك في الشتجن بعد ما تشوف التجربة كاملة عليه. فخلينا نفوت في بركات الشتجن. طبعا زي ما احنا شايفين أول بيرك أبدا ما بتغير معانا اللي هو الإليمنت الفاير، راح يظلوا معانا فاير، وزائد إن زايدين الفرصة عليه الكريكتر ريتنج، فعندنا الفرصة 42.5، لأنه كمان البونص الهيرو اللي حاطينه فيه 18، فكل المجموع 42، وكمان بركات زرقاء، وعندنا الريلود، فإحنا محتاجين الريلود في هذا السلاح. ليش؟ لأنه زايدين عدد الطلقات في مخزن هذا السلاح اللي هم 7 طلقات، لما أجي أطلق راح تطلع 7 طلقات منه، هي عبارة عن ألعاب نارية أو فقيع إحنا بنسميه الفرقيع، بتطلع وبتدمج. لكن راح تشوفوا كيف طريقة الاستخدام تبعته. طبعا هون عندنا دمج تو افليكت التارجت، لانه في كوز افليكشن دمج فور 6 سكند، اللي بيجيهم نزيف، اول ما يجيهم نزيف على طول الطلقة اللي بعديها راح تكون 30% دمج على كل الزومبي اللي بيكون مع النزيف. فدمج السلاح معانا 16000، الفرصة 42.5، الضرر 120، اللي هو كمان عندنا يعني المسافة تبعته قليلة جدا 256، لكن الامباكت فيه عالي جدا 1360، وكمان السلاح زي ما احنا شايفين شادو شوت. فخلينا ننتقل على الشخصية اللي راح نستخدمها. فأكيد يعني بما انه شاتجن حتكون الشخصية اللي راح نستخدمها شخصية متخصصة في الشتاجن، فراح نلعب في شخصية اللي هي امامنا الارنب، زائد طبعا الارنب هو ريسكن عن الرايدر، يعني ما في اي فرق، لكن كتغيير اشكال بيناتهم. والرايدر هون بعطينا 18% او 18 بعطينا اللي هو الكريكتر ريتنج 18%، خلينا نحكي. والبونس الاخير معروف اللي بعطينا للوار كراي 5 ثواني للوار كراي اللي هو السوبر الدمج. فخلينا نفوت مهمة باور 100 ونجرب هذا الشتجن أمامكم وتتعرفوا على طريقة استخدام هذا السلاح، لأنه أتوقع نسبة كبيرة منكم حيعجبهم السلاح. طبعا حاليا دخلنا على المهمة ومعانا الشتجن لدراغون ماي. طبعا زي ما شايفين الايم تبعه قد الشاشة، يعني ايمو كبير يعني، ولما تيجي تقيم ايمو صغير. لكن شوفوا الطلقات لما تيجي تطلق فيه، مش طلقة اول ما تكبس R2 7 طلقات طارت معانا، والريلود بيساعدني كثير على 7 طلقات. اعادة الريلود فيه لازم تكون معاي سريعة وراح تكون معاي رائعة وحلوة. لكن استخدام هذا الشتجن يعني مثلا كسماشر لازم تلصق فيه، لكن يعني هذا الشتجن لا يعتبر للموست مونستر، بيعتبر لجماعات الزومبي اللي هم الناصحين الصغار الوسط، هذول الزابر ابو النحل ابو عظمه، كلياتهم هذول لما تيجي تجمعهم راح تشوف طريقه استخدامه عليهم. فخلينا نشوف بالبدايه نجرب على السماشر وابو ثلاجي وهذول، نصحيهم من النوم وخلينا نشوف كيف راح يتعامل معاهم. فخلينا نشوف في البدايه على ابو ثلاجي مثلا، ما راح ياثر في ابو ثلاجي، انتم عارفين انه دروعه يعني 7 طلقات او هذول. خلينا نشيله ابو ثلاجي، نحاول انه نشيله سريع. اوكي سناه، فمش عارف ماله هون. هي خوي انا هون. الو سماشر. ولا هو هون السماشر، والله اقول لك صعب الطقعد انا وياه، شكلنا ربوضناه. ولا هو، طب اوكي. طبعا السماشر لازم تكون ملزق فيه يعني زي هيك عشان تعطيه الدمج كامل. طبعا السماشر ولا زي كانه هون السماشر، يعني تقريبا خلينا نحكي يعني مخزنين، خلينا نحكي والمخزن فيه 7 طلقات، لكن
ما بعرف. فمثلا هون عندي المقبرة، خلينا نفيق المقبرة تطلع علينا ونورجيكم طريقة الاستخدام، لكن ان شاء الله انه ما يطلع لي ابو عيون، لان زي ما قلت لكم مش للمستمنستر. فاوكي طلعوا لي الزومبي هذول، فخليني اجمعهم. مثلا انت كنت بمهم، انت بتعرف لما يدرعموا هذول الزومبي زنتيني كثير بيقعدوا يتجمعوا، لكن لما انت تحاول تجمعهم تجمعهم طلقة واحدة روح راح تشوف هسه حاليا كيف راح تشتغل عليهم. فحاليا اعطيهم طلقة كلياتهم امامك بخر. فهذا الحلو فيه لدراغون مايت، يعني انه بالتجمعات تقدر يعني تشيلهم سريع سريع زي ما انتم شايفين. الى الان يعني ما تغلبت في المقبرة للامانة، لكن لو طلع ابو عيون ممكن اتغلب. انا بقول لك ابو عيون ممكن يغلبنا. مثلا هناك ابو عيون اثنين ومعاهم شوية زومبي، هسا هم العاديين ما راح يغلبوني، لكن ابو عيون راح يغلبنا. فخلينا لسق فيهم سريع. اوكي هون واه اوكي، خليني اقعد ادمج فيهم طبعا على طول. كل ما برمي عليهم طبعا الامباكت عالي جدا، لما اجي الزق بابو عيون بيطير على السريع، يعني دمجه عالي جدا السلاح بعطيهم امباكت. لكن العاديين اضرب من بعيد طبعا في كوز افليكشن اللي هو النزيف وبتشيلهم بكل اريحيه. فخلينا نشوف مجموعه ثانيه ونحاول نجمعهم ونضرب عليهم ونشيلكم اياهم. يعني طريقة شغلته او طريقة عمل هذا السلاح مش انه كزومبي واحد، كمجموعات يعني بتخليه معك سلاح تنوع. مثلا هون عندنا هاي المجموعة طبعا ابو جرة، يا رب انه ما يمسكهم. اوكي خلينا نبعد هيك مثلا. طبعا انا حظي الزومبي جاي نيتشر بما انه السلاح فاير، يعني الامور ماشي معنا 100%. فخلينا اللي فوق كمان ينزلوا. اوكي نزلوا. فخلينا نشوف مبدأ آلية شغل السلاح. فمثلا هذول اللي هون مثلا اطلق عليهم، شايفين كم واحد اتدمج؟ كلهم اتدمجوا، زائد انه هسه لما اجي ادمجهم بما انه عليهم 30% نزيف كلهم مخروا وراحوا. فيعني هذا لا يعني انه الشوتجن سيء، تعرف كيف تستخدم السلاح 100% حيضبط معاك شغلك تمام. كمان زي ما بتعرفوا البركات يعني مهمة جدا، وكمان يعني الضرر انا استغنيت عنها من ادبل الضرر، لانه هو الضرر في السلاح نفسه عالي، يعني 120 بتكفيني، لكن لو مكتبها للذهبي لسه ارتفع معي اكثر. لكن انتم بتعرفوا يعني انه انا كطبيعتي كزورو رغبتي بالشتاجن ما بتكون كثير. فخلينا نشوف مجموعة ثانية نرد نجمع لكم اياهم نفس الطريقة ونعمل عليهم نفس الشغل. فاكيد انت اللي بتتابع قاعد المقطع الان قاعد تحكي فعلا الشتجن حلو، يعني اوكي هو كايفنت صيني يعني للدراغون رور ممكن هو الشيء الوحيد اللي تطلعه منه، لكن يعني ما بتقدر تحكم عليه انه بس انا الدراغون رور والمطرقه تبعت الدراغون فيست هي افضل شيء. لا للامانه في اسلحه لكن بدك تعرف كيف تستخدمها، مو كل سلاح بيجي معك انت مثلا بتعرف تستخدمه. زي هذا السلاح زي ما انتم شايفين استخدامه معين، لكن زي ما قلت لكم استخدامه مش للموست مونستر، يعني هذا للزومبي العاديين تجمعات عادية بدها تكون. يعني هسه من هون صحيوا ابو عيون، فانا على طول هذا الشتجن ما راح اقدر اوصلهم. مثلا خلينا نطلق من هون عليهم. اوكي وصل لهم. المشكلة يعني هو السلاح هذا شغل طقطقة، انك تقعد ترمي الفرقيع عليهم فمن بعيد شلناهم. فاوكي خلينا نشوف هاي المقبرة، هذول الثلاثة شايفين كيف تمخروا معي. خلينا نشوف المقبرة اللي هون ترسلن، بس ان شاء الله انه بعيون ما يجينا. اوكي هذول اللي رسلنوا هون، فانت على طول كل ما يتجمع معك فرقيع ارمي، كل ما يتجمع معك فرقيع ارمي. فانت قاعد شايفين كيف الضرر او النزيف اللي عليهم. كمان لسه بركات السلاح مش ذهبية، تخيل انها بركات سلاح ذهبية. طبعا شايفين كم واحد بعيون بتشوفهم، انه لازم اقلب فيها اتخبى منهم، يعني لو معي رشاش اكيد مفيد. اوكي هون بعيون الاول راح، الثاني راح. راحوا كلياتهم، يعني المقبرة شلتها يعني بشكل مجموعة او يعني سريع سريع، لكن اللي هو العاطل فيه اوكي خلينا نبني جدار، لكن العاطل فيه بلوع الطلق يعني بسحب طلق كثير. فخلينا لو قربنا على ابو عيون من قريب بتلاقيه راح ابو عيون، يعني ما بيستحمل معك شيء لانه بوكل السبع طلقات المتفجر هاي تبع الفرقيع وبيختفي معك. هيك يعني بتكون هي طريقة استخدامه الصحيحة للسلاح. فأعطينا رأيك في الكومنتات رأيك فيه، فهل هي الطريقة الصحيحة اللي استخدمتها أنا أقنعتك أو ما أقنعتك مع البركات اللي مستخدمها؟ وكمان لا تنسى 106 شادو شارد وبركات زرقاء.
فكون وصلنا نهاية مقطعنا، أتمنى منكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من تجربة سلاح لدراغون ماي، وكمان لا تنسوا اللي هو اللايك والكومنت ورأيك عن السلاح، ويعطيكم ألف عافية، ومنشوفكم في مقاطع جديدة إن شاء الله.